التزاور بين الناس أمر ضروري، فهو مدعاة لإزالة الجفوة وتأليف القلوب وتقوية الروابط بينهم. شي زيارة دي كتأمل لمر دون ضروري لنكرة شما كرو أودنا كتكمن دون باروسرين كرو كلا سوتين أريمن كم كده أما يدنازين. والزيارة إما واجبة، شي زيارة دي إما واجب برولجن كزيارة الوالدين والأرحام أنا من أيام ما بعنا ما زيارته أو أم دون نديا نمنجي كلنا دوران زيارته. وإما مستحبة، إما مستحب رولجن كزيارة الأصدقاء أنا من سواء نم زيارته والخلان كويا نم زيارته. ولتلك الزيارات زيارة جما ألو زاس زيارة قلتنا عند سوسرو آداب شرعي برزما شرعي جنازنا من بيجي يجب على الزائر مراعاتها والتأدب بها. كم زيارة مرة زلو دا واجب سنة كروشلان برزم ترشر واجب سنة منها سرون أن يستحضر النية الصالحة نيا نقلا كروز سوتو بمعنى نيا نقلا نياز في زيارته سر زيارة زيارة وأن لا يبتغي بها وأن يبتغي بها وجه الله تعالى. شيء أرديا كما يفسكا كما يزم تنانكارو زيارة لا تدور ولزه أن يبتعد عن الأوقات البديهية عنها في الزيارة لو تدور زيارة ردب كتب أنا شيء تنتزه ثم يختار شيء كرز لزيارته زيارة زرو الوقت المناسب لو تدور سدد ما زيارة زرو كرز الزائر الموزور بموعد زيارته عبر الهاتف أو غيره من وسائل التواصل الحديثة. أدى يبقر أن يستأذن على أهل البيت على الأهل البيت أم فتوي أب كما فتوي داد إذا يباني ويسلم عليهم سيرا سلام قيني سيرا سلام قيني ألا يقف وندازي قبالة الباب كل الفسك تدادي سدر وندازي بل عن يمين الباب أو شماله كبرمز الناس فتو تدادي وكبرمز الناس أو وفلاز الناس أي يجلس أن يجلس حيث يأذن له صاحب البيت ساكرو غاية كما ندو فاتماني شروع النافي لزي نبي يقول زينا لن شيء لزي نفسه كرو أي يغض بصره شبزازك في شيء عن أو عورات البيت نبدي ندو فاتماني دا كرورو ومحاربه محارب ندو فاتماني دا كرورو شيء شبزات شنو ألا يؤم صاحب البيت ولكرو كما فاتماني كل صلاة لوكتوزيتيا شمالي مزي في صلاة سلالا إلا بإذنه سلا دازو مدي سيئذنه كما زيلا يا ونفاتو كما ركوسو تنم لنبيا سيرو إمام نبي سيديجر إذن سنيا أن يتخفف في زيارته سر زيارة من زيارة بلا كبيرو دي ولا يطيل فيها ونزورو نمتقرو دي ألا يتجسس ونين نبيا كلاش دي أو يستمع لحديث أهل البيت أبدو فتوني بنا زمن زيد داس وكلهم من يكرتني أن تخلو الزيارة من المخالفات الشر كالاختلاط والمصافحات دي زيارة بدي تلوز زيارة بدي بارولز أواد شرعي وزنة ألمنا كما كونغا تسكتي ألمنا كامرو مقوها مليوتي وغير ذلك أن نقول أن يشكر الزائر المزور شين زيارة بدي شي زيارتنا بدا اسكرز وايدو على هو شر على غرز في نهايه زيارتي جو زياره سردال على ابي هريره رضي الله عنه حادي النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه كجبله دو قال يا زاد لا سر بردي البلاد لا زياره فارسل الله له على مدرجته ملكا ديول زرك بدا شرب لي سكلو ستلو فلما أتى عليه سنة زركرة قال شروع بني يعني أين تريد دار لنبي دار بني لنبي قال أريد أخلي في هذه القرية يا أنا لا سر بني يعني بيجي نزر لجاراكو قال هل لك عليه بالدعوة تربها جبل بيجي جرو فدرزي بجور جبل أشد بين جرو عشان نمزي على البيت قال لا أنا غير أن في الله عز وجل على إذا قرشان يجزي عليه قال أنا فإدي أنا فقنا رسول الله كجبل عيدي فإدي أنا رسول الله إليك أنا جرك جاب عليه بإذن الله إذن كمدلا دبر كركو قد أحبك كما أحببته فيه جسر على كمدي فوتشا شدا قرشا عباك ييرو
والله سبحانه وتعالى أعلم.